مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، احنا النهارده معانا لايف من نوع غريب. استاذ شريف لقى مبلغ 40,000 جنيه داخل سيارته وهو شغال سواق، وردهم لصاحبهم، صاحبهم جاي يديله 20 جنيه مكافأة، قال له لا انا ما باخدش حاجة من حد. استاذ شريف عرفنا بنفسك الأول. أنا شريف ربيع من هنا من أشمون، شغال سواق، كنت راكب عربية ميكروباص سواق في موقف مصر، وراكب عربية سوزوكي دلوقتي شغال بيها. ايه الواقعة حصلت ازاي بقى؟ قولنا ايه اللي حصل بالظبط؟ الواقعة حضرتك انا كنت واقف قدام موقف مصر وقلت اطلع اشوف توصيلة، لان طول ما احنا ماشيين بالعربية فالناس بتشاور لنا. لقيت واحد بيشاور لي كان معاه جماعته، ركبوا معاه في العربية، قال لي هتودينا لحد البرانية. رحت حضرتك وديتهم البرانية، فالظاهر كانوا بيكشوفوا ولا حاجة، معهم بطاطين وحاجات زي كده يعني. فمعاه شنطة يد كده، فهو كان قاعد قدامه والجماعة جماعته راكبين ورا. فأنا بصراحة ربنا أنا ما شفتش الشنطة. أنا لقيت الراجل جالي قال لي أنا ناسي معاك شنطة. فقلت له يا عم إيه، لو الشنطة موجودة في العربية هتلاقيها ما تقلقش. وأنا بحمد ربنا إن محدش شاور لي في الطريق أو حد ركب معايا، ده من ستر ربنا معايا. تمام. جه قلت له ببص جنبي كده جنب المسند، لقيت الشنطة إيه؟ لقيت الشنطة جنبي كده. فرحت قلت له شنطتك ديت؟ قال لي أنت عارف الشنطة فيها إيه؟ قلت له يا عم لو فيها ملايين ما تقلقش، شنطتك موجودة أهي. إيه إديته الشنطة، بيفتح الشنطة لقيت فيها 40,000 جنيه. قلت له فلوسك حلال واتفضل شنطتك اهيت. الراجل مشكورا قال لي طب ايه 20 جنيه تجيب سجاير وبتاع. قلت له يا عم والله انا اتفقت معاك على التوصيله، انا مش عايز فلوس تاني. يعني 40,000 جنيه 20 جنيه؟ هو بقى الراجل بقى يعني قال لي هات لك سجاير. حتى لو هو اداك مبلغ اكبر من كده كنت هتاخده؟ انا صممت ان انا ما اخدش منه حاجه، اي حاجه، حتى مش عايز حاجه. انا قلت له دي امانه ولازم الامانه ايه دي حاجتك هتاخدها، يعني هتاخدها انا هعمل بيها ايه. واديته الفلوس. بصراحه الراجل راح مطلع 20 جنيه، بس انا بقى صرفتها ال 20 جنيه جبت سجاير كانت معايا لحد اول امبارح. فخد امانته وخد الفلوس، خد فلوسه واديته فلوسه، هو ده كل اللي ضاعه. تمام. قول لنا بقى، انت قلت لنا قبل كده ان انت لقيت مبالغ قبل كده. قبل كده لقيت فلوس كتيره برضو قبل كده، حوالي 70,000 جنيه ورجعتهم لاصحابهم. وقبل كده برضو فلوس 250,000 جنيه برضو رجعتهم لاصحابهم. ونوبه حوالي بتاع يعني 10,000 3,000 7,000 حاجه زي كده برضو لناس من عزبه لمع رجعتهم لهم برضو. كده انت بصراحه مثال للرجل الامين يعني بصراحة. انا بقى كان اللي خلى الراجل بتاع البرانيه ان هو كان في واحد صاحبي من البرانيه، انا عديت سلمت عليه، اسمه محمد حجازي. فرجع للراجل قال له السواق اللي انت سلم عليه وهو راكب وانا راكب معاه في العربيه، نسيت معاه شنطه. قال له انا نسيت معاه شنطه. الراجل مشكورا بصراحه محمد حجازي ده. قال له يا عم ما تقلقش شريف، لو شاف الشنطه هيرجع بيها لحد هنا. ببص لقيت محمد حجازي جالي الموقف، بس كان الراجل خد شنطته. وعدى انا ومحمد حجازي، عدى شربنا قهوه انا وهو، وقال للراجل قال لي اللي انت رجعت له الشنطه. قلت له يا عم ربنا يغنيها بالحلال، بس هو ده كل اللي ضاع. بعدها بقى ايه اللي حصل بقى؟ صورك بقى اتنشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كلها بقى، وفي ناس صوره جامده قوي. في ناس كتير بتتريق وتقول لك يا الناس ما بتنساش فلوس اللي معاك انت. يمكن انا سبب ان هم بينسوها معايا عشان ارجعها لاصحابها. لكن في ناس بتقبل الحاجات دي، وانا عمري ما هقبل حاجه زي كده الحمد لله. يعني متربيين على كده وابويا مربينا على كده الحمد لله. ربنا يا رب يبارك لك ويكرمك. تقول لنا حاجه عن الاستاذ شريف كده؟ شريف راجل شقيان وراجل محترم وراجل بيخاف ربنا. كده وراجل صاحبنا ومتربي معانا من زمان يعني. هو بيخاف ربنا. تمام. الاستاذ محمد حجازي ده اللي كان حاضر الوقت. انت يا استاذ محمد، اتفضل يا استاذ محمد. قول لنا ايه اللي حصل بقى بالظبط؟ اللي حصل بالظبط ان انا شريف بعد ما عدى عليا كده وشاور لي وقال لي ازيك يا ابو انس، فالجماعه يعني عشان انا في قريه وكده وكلنا عارفين بعض، جابوا رقمي واتصلوا عليا
وقالوا لي انت تعرف السواق اللي هو؟ قال لك سلام عليكم وكده. قلت لهم اه تمام، ده صاحبي وكده ومعايا رقم. قالوا طيب هو احنا نسينا معاه شنطه والشنطه دي فيها فلوس. قلت لهم طيب خلاص اعتبروا الفلوس معاكم، انا هتصل دلوقتي حالا بشريف وكده، اعتبروا الفلوس معاكم يعني طالما مع شريف خلاص. فاتصلت بشريف فلقيته غير متاح. بعدها بشويه بتصل بشريف، لقيت شريف هو اللي بيتصل بيا بيقول لي ان الجماعه، بقول له يا شريف في فلوس كذا، قال لي اه ما هم الجماعه وصلوا لي وخدوا الفلوس وكده. هو شريف من الشخصيات المحترمه جدا وانا بحبه جدا واعرفه من سنين يعني. طب لما الناس بيقولك بقى، طبعا كانوا قلقانين طبعا جدا، قلقانين يعني. جدا جدا جدا، ويا عم محمد احنا نسينا فلوس وكده. طبعا طمنتهم قلت لهم فلوس عندي، قلت لهم خلاص ان شاء الله ما فيش حاجه، ادوني دقيقه بالظبط ان شاء الله فلوسكم موجوده وما تقلقوش يعني، لو في العربيه مع شريف اعتبروها انتوا خدتوها خلاص. بعدها لما شريف قابلته كده هنا في موقف مصر، فقال لي على الموضوع وقال لي على موضوع ال 20 جنيه، انا اتضايقت جدا بصراحه. انا كنت يعني كنت محتاج تقدير اكتر، مش عشان مش عايز زياده فلوس شغل بتاعه. انا هتكلم في نقطه، كل انسان مين فينا يا ابو انس اللي هيشيل 40,000 جنيه الا اذا بتوع شغل تمام او فلوس هو ما يعني. ما هو انا عايز اقول بس اللي هو ايه، انت حضرتك دي رؤيتك ان هو دي فلوس شغل والمفروض ان انت ما تاخدش منها اي حاجه تمام. انا بقى رؤيتي انا ان حتى هي لو مش فلوس وفلوس شغل، انا بقدر الشخص اللي حافظ عليها الشخص الامين دوت، علشان بعد كده زملائك في الشغل لما يلاقوا حاجه يعرفوا ان في حد هيقدره. بس مش كتير يا سيدي فلوس شغل، وممكن كان الراجل اترفض. طيب من شغله. توجه رساله للناس دلوقتي اللي هم سواقين زي حضرتك تقول لهم والله يا باشا في ناس معانا سواقين، ناس محترمه جدا وناس ما يعني ما بترضاش بالحرام، في ناس كتير محترمه، بس اكتريه الناس هنا في اشمون مفكرين ان السواقين كلهم وحشين. هي دي اللي انا عايز اوصلها للناس. انا بشهد لك بقى وان المشاهدين كلهم بيقول لك ربنا يبارك لك وربنا يجعلك ميزان حسناتك. ربنا يخليك يا باشا وربنا يديك الصحه. احنا اليوم السابع مبسوطين ان احنا طلعنا مع شخصيه محترمه زي حضرتك كده. اهلا وسهلا. وربنا يا رب يبارك في الناس كلها ويجعلها امينه كده ان شاء الله. اللهم امين يا رب. بالنسبه لليوم السابع انا احب اوجه رساله. بتحب اليوم السابع يعني؟ او بحبها جدا جدا، مش عشان يوم سابع او كده، لا عشان هي ذات مصداقيه رائعه. يعني بتمثل مصداقيه جامده جدا جدا جدا، وانا بحبها قوي يعني. بحب قناه اليوم السابع جدا جدا، علشان هي بتقدم المصداقيه، هي بتقدم حاجه فعلا حقيقيه، مش اخبار كاذبه او اي حاجه. اي تمام. اخبار صادقه خدوها من اليوم السابع. تمام. مشاهدينا ومتابعينا عبر التلفزيون اليوم السابع، كنا معاكم مع السائق شريف الامين اللي لقى مبلغ 40,000 جنيه ورجعه صاحبه. كان معكم محمد فتحي مدير مكتب اليوم السابع من محافظه المنوفيه. انا مش عايز قول اتفضل. ده عشره عمره ده حبيب عم تامر. الناس زوت على بتاعت قهوه سيكس. حلاوه ايه؟ قهوه سيكس. قهوه ايه؟ مشهوره قهوه سيكس. قهوه سيكس معروفه في قهوه الجدعانه كلها، وده من الناس اللي بتقعد عليها والسؤال الجدعه جدا. تمام ده تمام. ربنا يبارك له. ده الحاج ربيع مرجوم على الحلال. ربنا يخليك. الحاج ربيع شاي عليهم. لما قابلوني فعلا كل الناس اللي قابلوني مع الاستاذ شريف يقولوا لي نفس الكلمه بتاع الباشمهندس تامر، اللي هي ابوهم مربيهم على كده. حتى هو بينه وبين نفسه واحنا قاعدين مع بعض في قعده صفا وبنشرب كوبايه شاي فنجان قهوه، بيقول لي فعلا ابويا مربيني على الامان. تمام. مشاهدينا ومتابعينا عبر تلفزيون اليوم السابع، كان معكم محمد فتحي مدير مكتب اليوم السابع محافظه المنوفيه. دمتم في امان الله والعافيه.